لحظات وموعدنا وإياكم مع تلاوة آيات الذكر المباركات بصوت فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أهلا وسهلا ومرحبا به. أقول فأقوم للقرآن يؤنس وحشتياني، جبي على آي الكتاب فإنني ترتاح نفسي في حمى القرآن. هو صاحبي إن عز خل صادق وسمير قلبي، لو يضن زماني هو منهجي أنعم بنهج خطه رب العادي لأمة الإيمان. نفتح نوافذ القلب لأفضل بدء وأفضل ختام، إنه القرآن المبارك المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فآمنا آمنا بك يا رب لا نعبد سواك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله اللهم لا تخزنا يوم القيامة. الله يرحم والدك إن شاء الله. إنك لا تخلف الميعاد. حقا حقا. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك لعبرة. لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء؟ أنتم
خلقنا من السماء صدق.